السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أيها الأحبة، وجعل يومكم هذا يوما مباركا مليئا بالخير والطاعات والفرج والنصر، آمين. أيها الإخوة، سؤال خطر ببالي البارحة ويحق لي ولكم أن نتساءل. المجتمع الدولي، هذا الذي يسمى المجتمع الدولي، الذي يعلم كل تفاصيل الأمور، دخاليشها وخباياها بأجهزة مخابراته وبالتقنية العالية التي أتاحت له التجسس على الناس بشكل لم يسبق له مثيل، وهو يرى ماذا يحدث في بلاد الشام والرافدين وغيرها. عندما تقوم أوروبا بهذا العمل العظيم الآن في استقبال اللاجئين، طيب شكرا لكم، شكرا لألمانيا وللسويد وغيرها ولكل من يساعد اللاجئين، نعم شكرا لكم. ولكن السؤال الذي نسأله، أنتم بعملكم هذا شجعتم الناس على أن تنزح إلى أوروبا لأنها ستجد استقبال، وبالتالي بدأت الناس تأتي من باكستان، من كل دي بلاد العالم، ومن سوريا أيضا. طيب طالما أنتم تسهلوا عليها عملية التنقل ما بين اليونان ومقدونيا وصربيا وهنغاريا والنمسا وألمانيا والسويد والدنمارك وهولندا، تسهلوا عليهم هذا التسهيل الكبير عن طريق من شجعتم من المنظمات الإنسانية. طيب الحدود بين تركيا واليونان، لماذا تسمحون لهؤلاء اللاجئين أن يركبوا البحر حتى يغرقوا ويموتوا ويذوقوا الويلات، والذي يصل منهم يصل إلى جزر اليونان ثم يعاني تلك المعاناة حتى ينتقل؟ أنتم موافقون على ذلك ضمنيا؟ طيب لماذا لا تفتحون الحدود بين تركيا واليونان؟ يتساءل أحدهم. أنتم تريدون لاجئين، هذا ما قلتم، وهذا دفع الناس إلى أن تدفع الغالي والرخيص، تدفعه للمهربين ويركبون البحر ويموتون 100 موتى ويرون الشقاء بكل أشكاله من أجل أن يدخلوا حتى يصلوا إلى جزر اليونان أو إلى اليونان أو إلى إيطاليا أو غيرها، ثم الطريق مفتوح أمامهم وتسهلون أمامهم. طيب افتحوا لهم الحدود، دعوهم يدخلوا عن طريق اليونان، عن طريق الحدود. الآن يقول لي أحدهم، إذا فتحوا الطريق فسوف يدخل الملايين. طيب يا أخ، طيب لماذا تقبلونهم عندما يأتوا عن طريق البحر حتى يتعرضوا للموت؟ إما أن تقولوا لهم لا نريد أن نقبل المزيد، أو أنكم تأخذوا اللاجئين مباشرة من مخيمات اللجوء، أو افتحوا الحدود. أما تدفع الناس دفعا لكي تركب البحر ولكي تذوق الويلات ولكي تموت، أنا أتساءل فقط، أنا يعني أريد أن أفهم كيف تفكرون؟ لماذا؟ هل هناك شيء خلف ذلك؟ هل هناك شيء سري لا نعرفه لركوب هذا البحر بهذه القوارب المطاطية؟ هل هناك من يجلس ويشرب كأس الخمر، كأس النبيذ، ويدخن السيجار وهو يتلذذ بمشاهدة أولئك المساكين العجائز والأطفال والنساء وهم يغرقون في الماء؟ هل هنا أما ماذا؟ ماذا؟ أريد أن أفهم فقط، أتساءل فقط من متسائل. إنا لله وإنا إليه راجعون.